طب عندي سؤال هنا يا استاذ شريف. اتفضل. يعني هو الاستاذ ياسين استقال خلاص، الشركه استقالت ومجلس اداره قبل الاستقاله. طب ماذا لو الجمعيه قالت لا احنا مش قابلين؟ عشان هنشكل لجنه. لا انا فاهم. افترض الجمعيه العموميه قالت احنا رافضين، متمسكين بالاستاذ ياسين منصور. يبقى الموقف ايه؟ ما دول استقالوا ودول قبلوا الاستقاله، يعني مش راكبه قوي، مش عارف انت رايك ايه. يعني انا دلوقتي المجلس الاداره قبل الاستقاله. انا قلت لك سلام عليكم، وانت قلت له عليكم السلام. وانت بتقول لي هعرض على الجمعيه العموميه؟ هيعرض بقى الكلام ده على الجمعيه العموميه، يعني هيتم تشكيل لا مش ده، بياخد قرار جمعيه عموميه، موافقه جمعيه عموميه عليه، وبيعرض عليهم. ماذا لو قالت نرفض الاستقاله؟ ده سؤال مهم. هتفرض الشركه الكره على مجلس الاداره؟ وهل الشركه هتعود؟ وهل الشركه هتقبل انها تجي؟ يعني انا ما عنديش، بس عشان بس ما نخدش في موضوع بالظبط، يعني ايه احنا مش فاهمينه. وعايز معلومه حقيقيه. طبعا عايزين معلومه حقيقيه عشان ما اعرفش الكلام ده صحته ايه اللي هو بيقوله الاستاذ ايمن ده. ماشي. لكن انا عارف ان في عرض على الجمعيه العموميه اللي جايه بتشكيل مجلس اداره جديد ل هم قالوا ده في البيان امبارح فعلا. لكن ما اعرفش بقى الاستقاله وتشكيل دي. ما اعرفش لكن انا بقول لك انت، ما انا كجمعيه عموميه، انت لم تعرض علي تشكيل الجمعيه العموميه. يا فندم اتعرض. يا فندم اتعرض. هو اتعرض تكوين شركه كوره، تشكيل او تكوين شركه الكوره اتعرض على الجمعيه العموميه. يبقى المجلس مفوض، يعني بيبقى في تفويض من الجمعيه، يعني شركه الكوره. امال هو هيعمل ايه؟ طب انا بكره هعرض. يعني هي مسألة العرض، أنا في رأيي الشخصي هو تحسين. بعدين الاستقالة بتعرض على الجمعية العمومية لشركة كرة القدم، مش الجمعية العمومية. ما ده اللي سؤال بقى. مين هي شركة القدم؟ أيوة. مين هي بقى الأسهم؟ مين هي؟ مش هتطرح أسهم؟ مين هي بقى شركة الأسهم؟ مين هي؟ مين هي الشركة اللي أنت الجمعية العمومية لشركة الكورة. مين هي؟ الناس اللي هتشتري أسهم. لا، في الناس هتشتري أسهم. أمال إيه؟ أمال المحل عملت إيه؟ مش المحل عملت شركة كورة وبعت الأسهم؟ ما جابتش لحد هو انت دول اعضاء الجمعيه العموميه اللي عندهم المساهمين. ايوه، هي اعضاء جمعيه عموميه للشركه، هم المساهمين مش للنادي. ايوه للشركه. ايوه مش للنادي. ودول مين يا كابتن؟ ما ده السؤال. ده هيدخلنا هم عايشين اسهم. هيشتروا ولا اشتروا ولا انا هبيعها بقى؟ معلش بقى، لسه ما طرحتش. يعني بعد ما ده انت هتبقى للاعضاء ولا مش الاعضاء؟ هتبقى مفتوحه. بس النادي له نسبه هي الحاكمه. يعني طيب، انا ده خلل. ده خلل يا فندم. دي لوائح وقوانين. خلل ايه؟ مفيش بس يا كابتن، مفيش حاجه. خلل ايه بس؟ هنضرب انا كعضو جمعيه عموميه، كاعضاء، انا بتكلم كاعضاء مجلس جمعيه عموميه في النادي الاهلي، سيرفضوا ده. طب من حقهم هم يشتروا الاسهم دي، ليه تجيب لي ناس من بره؟ لا، هو اي جمعيه، اي شركه بتعرض اسهم، الاسهم دي جزء الاسهم منها. دي ممكن تتوزع، انت تعمل تفتح الاسهم وتطرح البيع عليها، الاكتتاب من خلال الجمعيه العموميه للنادي. ما هو لانهم عشان هو انا لما ادخل اجيب مثلا شركه كره الجمعيه العموميه لشركه كره قدم يدخل فيها مثلا 40 مش في المية بس من غير اعضاء النادي. لا 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 لا، هيتحكموا فيها ولا مش هيتحكموا؟ الجمعيه العموميه لشركه الكوره بس دي بتتكون من ممثل مجلس الاداره. أيوة للنادي. ايوه، ومجله النادي. أيوة، وشركه الانتاج الاعلامي. ما ده اللي انا عايز اقوله. شركه الانتاج الاعلامي ومجله النادي ومجلس اداره دي النادي. طب خلاص بقى، معلش يعني مع تحياتي كده اعضاء مجلس الجمعيه العموميه النادي الاهلي، تروح تقعد في بيتها بقى. لما المسؤولين عن عن عن, عن مجله النادي مجله النادي، يعني شوف انا بقول يعني مجله النادي. يعني النادي وشركه الانتاج الاعلامي للنادي. مظبوط. الله، ده العمليه طبيخ بقى في بيتنا بقى. طيب، في كل الاحوال احنا ناقشنا